احنا اختن جينا من حماه صار بي ضرب وصار احنا فورا جينا اللي جاي جينا على الرقه وجينا على المخيم جابون ما كان بي مدارس جيت لهم فتحت المدرسه وتعلمت وحابه اكمل دراستي وفرحان ليش يوم معي اصدقائي احب اكمل دراستي واصير بالمستقبل مهندسه وفرحانين اهلي كثير اذا عطلت المدرسه ورجعت فتحت كل شيء يعني كل شيء كنت دروس ما اخذته بدي انسى وتهدمت دورنا ومدارسنا وراحت احلى ذكرياتي وجينا احلى ذكرياتي يعني ورفقاتي شعوري برجع على مدرسه اكون فرحان لما ارجع على اصدقائي واستاذيتي وحابه ان احقق حلمي بالمستقبل اكون محاميه حابه اكمل دراستي اكون محاميه اساعد الناس اتمنى ان تستمر المدرسه لنتعلم فيها أنا وزملائي لكل منا عنده حلم يحققه أكثر مادة أحبها اللغة العربية عندما أعود من المدرسة أتابع اللغة العربية أتمنى بس أكبر أصير مهندس لأرجع أعمر البلد الشيء المهدم مصلحه